زي ما قلت لكم اللي جايه دي بقى عباره عن ايه؟ عباره عن صينيه خضار 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 باللحمه المفرومه. ازاي؟ طريقه سهله جدا جدا. انا هعمل كفته بس مش هكفتتها، مش هصبعها، هحطها على الوش. عايز اقول لكم الوصفه دي من غير اللحمه المفرومه نباتيه تجنن، طعمها حلو جدا 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 وغنيه قوي. طيب مقاديري ايه؟ انا هنا صينيه الخضار بالكفته هحتاج نص كيلو بس من اللحمه المفرومه، واحد فلفل اخضر حار عليها فصوص ثوم، محتاجه الكبه يا سعيد بعد اذنك، نص كوبايه بقدونس مفروم، واحد فلفل احمر اللي هو الخضار، وكمان ملح وفلفل اسود، بهارات لحمه، جوزة الطيب، وزيت. اتفقنا؟ اتفقنا. نيجي بقى للخضار، عباره عن ايه؟ بصل جوليان، بطاطس حلقات، فلفل الوان، طماطم برضو حلقات، فلفل حار حلقات، فلفل رومي حلقات، قولوا معايا بقى، 3 معالق كبيره صلصه، بهارات لحمه، مرقة لحمة، ملح وفلفل اسود، كوبايتين مية مغلية، ومعلقتين زيت، وللتزيين زي ما انتوا عايزين طبعا شوية بقدونس على الوش. ازاي بقى بعملها الوصفة دي؟ زي ما بقولكوا سهلة جدا جدا جدا. انا عندي هنا الصينية، خلاص هرصص فيها الخضار الاول بتاعي اهو، تعالوا نرصصه مع بعضينا واحنا بنتكلم في التليفون وبنحكي. يا عم حسين، يا مساء الفل يا شيف، يا مساء النور يا عم حسين، عامل ايه؟ معلش معلش يا حبيبك الشبكه مش ولا يهمك ولا يهمك. عامل ايه يا عم حسين؟ صحتك عامله ايه؟ الحمد لله رب العالمين. الله ينور عليك يا شيف. والله ربنا يخليك يا عم حسين. الله يخليك يا ست الكل، صحتك كويسه يا شيف؟ احنا بنتابع حضرتك مش عارفين نخس يا شيف. ليه بقى؟ ده انا اكلي حتى صحي جدا. اكلاتك كلها جميله يا شيخ صراحه. ربنا يخليك، والله ربنا يخليك. والله يعني كل اكله من حضرتك يعني بمنتهى الجمال والروعه والتحفه صراحه، يعني ربنا يبارك في حضرتك وكل سنه حضرتك طيبه كده وانت طيب، وربنا ما يحرمنا منك ابدا يا شيخ. ربنا ربنا يخليك. قول لي طب يا عم حسين، ناخد بقى ايه؟ موجوده ست الكل. نعم. انت لما بتقعد على السفره اول حاجه بتبدا بيها ايه في الاكل؟ سلطه. السلطه مهمه عندك؟ طبق السلطه اكيد. أي مهم جدا جنب اي اكل. مهم جدا. ايوه. طب وبعدين بقى تدخل على ايه بقى؟ الرز الاول ولا تحب الاول؟ لا لو كان في رز ماشي نخش على الرز، بعد كده لو كان في مكرونه، يعني انا بحب المكرونه جدا يعني في يعني رز يعني او مكرونه، وبعدين بقى البروتين في الاخر. الف هنا. الله يخليك يا ست الكل. ألف هنا، ألف هنا. الشوربة بالنسبة لك إيه؟ الشوربة يعني بحبها برضو يعني، بس أنا بحب أكل السمك يعني، المكرونة وأكل السمك يعني بحبهم بطريقة يعني ثرية جدا يعني. بتحب الأسماك أكتر. طب حلو قوي. دايماً عامر، دايماً عامر. الله يخليك يا ست الكل. عايزين يا شيف تيجي تنورينا في أسوان يا شيف، الجو حلو عندينا هنا. أنا عارفة بس عندي دراسة ومدارس وولاد وحاجات كتير قوي يا عم حسين. ربنا يخليك. ربنا يخليك. هيحصل إن شاء الله. هي طالما ما حصلتش في أجازة نص السنة فصعب دلوقتي، بس إن شاء الله يعني إن شاء الله باقية. تنورينا على راسنا والله يا شيف. ربنا يخليك يا عم حسين، منورة بناسها وبأهلها الجمال. الله يخليك. ربنا يخليك. مع الف سلامه. وحلقه موفقه لحضرتك. تسلم لي تسلم لي. مع الف سلامه. بصوا انا هنا برصص ازاي الطاجن عندي، طبقه بطاطس وبعدين فلفل رومي، وبعدين حطيت هنا عليها البصل، وبعدين طماطم، وبعدين حطيت بطاطس تاني. اتفقنا؟ اتفقنا. انا عندي هنا بقى ممكن احط كده فلفل الالوان، بس الفلفل الاخضر، بس الفلفل الالوان بحطه على الوش. لسه كده ايه الصينيه ما خلصتش معايا اهي. طيب هروح هنا بقى في الكبه بتاعتي الحلوه، واروح حاطه الحاجات دي اللي هي ايه، يلا بينا، اللي هي الكفته اهي. نحط اللحمه المفرومه، قلت هحط عليها ايه بقى؟ رشه جوزة الطيب،
والسبع بهارات. طبعا احط ملح وفلفل اسود حالا وتوم وبقدونس. وعندي هنا فلفل الوان، لا سوري، فلفل حار اختياري براحتكم، وقرن الفلفل الاحمر عندي اهو، بشيل بس كده البذر بتاعه مرة واحدة واطلع. بصوا بشيلها ازاي، كلها سهلة جدا ومبخسرش منها اي حاجة. تمام اهي. طيب وبقى انا اسفة عايزينها اهي. بصوا مبخسرش منها اي حاجة. ونيجي بقى هنا نحط الفلفل الاحمر كمان معايا وانا بقطعه كده، بيديلها طعم حلو جدا. يا ام محمد ازيك؟ وحشتينا. وانتي يا حبيبتي محمد الاقصر؟ لا سوهاج. سوهاج، ايوه هي سوهاج. انا اسفه، هي سوهاج، انا اللي نسيت. انا عارفه ان هي الصعيد. عامله ايه؟ وحشتينا والله. وانتي كمان يا حبيبتي، اخبارك؟ كل سنه وحضراتكم طيبين جميعا. وحضرتك طيبه، وحضرتك طيبه، يا رب يقعد علينا كلنا الايام بخير. اللهم امين. امين يا حبيبتي. بهني الشعب المصري كله بشهر شعبان، ان شاء الله ربنا يبلغنا رمضان على خير. امين يا رب. امين يا حبيبتي. امين يا رب. كلنا يا رب. اللهم امين. عامله ايه حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. انتي عامله ايه وصحتك عامله ايه؟ في نعمة والله، الحمد لله، نحمده والحمد لله. حبيبتي يا رب دايما، يا رب دايما، وولادك حلوين. اللهم امين. اللهم امين يا رب. ممكن ابعت اهداء لاحفادي؟ طبعا. يا رب يخليكي. ببعت اهداء كبير لمحمد ومريم ومعتز ومحمود وعبد الرحمن. بمناسبة اني توحشتهم لان هما بعيد عني فكة يعني. يا حبيبتي ربنا يخليكي ليهم يا رب، وتشوفيهم على خير يا رب يخليكي، ويطمنك عليهم دايما. اللهم امين. وتشوفي احفادك ان شاء الله على خير وسلامة يا رب. يا حبيبتي رب. اهو بقى تيتا جميلة كده زيك يا رب، احسن ان شاء الله. حبيبتي ربنا يخليكي ان شاء الله احسن ويديك الصحة. تعرف ان حضرتك فيكي شبه من الفنانة الجميلة انجي المقدم. مصر كلها بتقول لي كده. والله العظيم. وانا بحبها قوي. لا لا، وانا بحبها قوي 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 يعني. من هنا ببلغها سلامي يعني، يعني بحبها جدا. اه والله ببعت لها تحياتي برضو انا، لانها رقيقه كده، حته بسكوته زي حضرتك كده. قوي قوي طبعا. لا هي حد رائع يعني، من الناس اللي انا بحبهم جدا يعني، احب اتفرج عليهم وشخصيتها بتعجبني جدا. اه وشرف ليا ان انا يتقال لي ان شبه انجي المقدم بصراحه. الناس جميله. قلت يمكن انا اول واحده هقول الكلام ده، بس شبه ان انا قديمه قوي. لا مصر كلها بتقول لي. مصر كلها بتقول لي كده، دي حقيقه. ربنا يبارك في عمرك وصحتك يا حبيبتي وفي اولادك، ودايما شايفينك بخير ان شاء الله. حبيبتي هسالك بقى، اتفضلي يا حبيبتي. ايه اول حاجه لما بتبداي بيها اكلك بتاكليها؟ انا من عشاق الشوربه بالليمون. الله الله، من عشاق الشوربه. حلوة قوي، لانها بتملى معدتنا وبتدفي كده وبتاهل بطننا ومعدتنا اللي لسه هناخده. وبعد كده ممكن بقى نبدا بالرز، احب الرز. مش مكرونيه. طبق سلطه. الله، السلطه بالنسبه لك اساسيه ولا لا؟ مش اساسي بامانه، يعني انا بعشق المخللات وما بكترش منها، بس احبها موجوده. بصي المخللات بتاكل، بس لسه كنت بقول لحاجه ناديه، قرن فلفل اخضر اصح من المخلل. يعني عارفه، ما طالما انت حابه ان انت تحدقي بحاجه او تاكلي حاجه مش هتشطه جنب الاكل، انا شايفه ان قرن فلفل اخضر، بصلايه خضراء، بصل ده بجد، جرجير، فجل، الحاجات دي اصح من طبق المخلل. انا كنت عاشقه للمخللات. وبالنسبه لي دي اساسيه في البيت. عايزه اقول لك منعتها تماما. والله وده ساعد ان انا اخس، الميه اللي في جسمي بتنزل. لا عارفه حضرتك، انا جسمي جميل جدا بسم الله ما شاء الله. الله يعني. بقى الله بقى، والله العظيم يعني ربنا يديك الصحه. دي نعمه كبيره والله يا ام محمد، دي نعمه كبيره جدا. وخلي بال حضرتك انا مش صغيره سنا. لا يا اختي انت يعني جميله بلعب في 53. صغيره على فكره.
طب الحمد لله. صغيرة جدا كمان، ربنا يديك الصحة يا حبيبتي. ده انت تيتا صغننة قوي. احنا وانت يا حبيبتي ويديم علينا الصحة والستر ان شاء الله يا رب. امين امين يا رب. والف شكر على وقفتك الجميلة ودي وتعبك معانا. بحبك والله وانا اكتر، ربنا يسعدك. عايزة اسمع علي والله. صوتك على طول يا حبيبتي. ان شاء الله يا حبيبتي. حبيبتي نورتيني. بحب الله ورعايته، مع السلامة. ربنا يخليكي، مع الف سلامة يا حبيبتي. تعالوا نضرب بقى اللحمة مفروم عندنا. نعم طيب، ايه رايكم اروح فاصل ونضرب فيها ونرجع؟ انا كده هحطها هنا وهقول لكم هنعمل ايه. استنونا. تعالوا بقى اعمل لها مرقه. عباره عن ايه؟ حطيت مكعبين مرقه لحمه، وطبعا ممكن خضروات لو احنا عاملينه خضار بس. شكل الطاجن اهو خضار بس، بصوا اساسا حلو ازاي. ولسه بقى احط عليها كمان صلصه اهي، وعندي هنا البهارات بتاعتي، واحب شويه كده ايه بقدونس، واحط ملح وفلفل اسود بسيط عشان انا عندي مرقه، وطالما حطيت مرقه يبقى انا كده عندي ايه ملح، وكمان شويه زيت، ويحط بقى الميه السخنه بتاعتي اهي، وهقلب علشان افك ايه المرقه. ريحه طبعا حلوه جدا علشان انا حاطه مرقه. طيب يا فيفا، مرقه خضروات تنفع حتى لو احنا عاملين باللحم؟ طبعا تنفع عادي جدا اهي. طبق خضار غني جدا جدا بايه، شويه بطاطس وبصل وطماطم وفلفل اخضر رومي. لو مش عايزه تحطي فلفل الوان ما تحطيش. هعمل ايه بقى كده؟ هروح بصي حط على كل ده خلاص هنا. انا هنا الاول عملت ايه، واخدين بالكو؟ حطيت المرقه الاول على الخضار اهي. اتاكد ان كله تمام، تمام جدا جدا. خلوا بالكم الخضار كمان بينزل ميه، وانا هغطيها، يعني انتوا هتغطوها انا مش هغطيها عشان انا الحق بس اقدمها، انتوا هتغطوها عشان تستوي معاكم. البس بقى الجوانتي بتاعي، انا اسفه. خلاص لا 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 لا, لا. اهو ونقول الو يا ست الكل. الو، ازيك حبيبتي؟ حبيبه قلبي، عامله ايه؟ الحمد لله ماشي الحال. اخبارك وصحتك عامله ايه؟ اهو شويه كده وشويه كده الحمد لله. ايه قولي لي، الضغط عامل يتظبط؟ بصي هو لسه يعني، هو قال لي اسبوع كده ونقيسه تاني يعني. بس الحمد لله يعني حاسه بتحسن برضه الحمد لله. قال لك طيب على تعليمات ولا حاجه؟ طبعا. قال لك ايه؟ قال لي طبعا في اكلات كتير ممنوعه، في الشاي، في النسكافيه، القهوه، كل ده ممنوع. حاجات كتير قوي منعني منها، بس شرب الميه كتير. طبعا الملح خفيف جدا والا كمان معدوم. بس تشربي ميه كتير بقى. عارفه يا ام اسلام اكتر حاجه تظبط الضغط ايه يا حبيبتي؟ الميه. ثم الميه ثم الميه. ما هو قال لي كده. يعني انا سبحان بقى الله. في الشتاء مش بحبها خالص كلنا. بس عارفة هقولك على حاجة، كلي لبانة فيها نعناع هتخليكي على طول عايزة تشربي مية. والله اجرب. كلي لبان في نعناع، ولما النعناع كده نكهته تروح. لأ هاتي تاني، عارفة اللي هو غيري على طول. عايزة اقولك ده يخليكي تشربي، يعطشك ويخليكي تشربي ميه. اصلا انا زيك برضو. بس اللي هو يعني بحاول اشرب ميه، بحاول، لان فعلا علاج لكل حاجه. الحمد لله. الف سلام عليكي. الله يسلمك يا حبيبتي. الف سلام. طب قولي لي بقى الجميله اللي انت عاملاها. الله يخليكي ليا. سلام ايدك. عايزه اقول لك والله العظيم انت بقيتي يعني عشق لدعاء، وكمان اخويا محمد، ويعني مش قادره اقول لك. ربنا يخليكم. كله دلوقتي دخلت يعني العيله من ابابها، يعني دخلت العالم من بابها. والله الحمد لله يا رب. الحمد يعني لله. عايزه اقول لك موقف، يعني اخويا كان منزل
الرز بلبن بتاعك. فدعاء بعتت له قالت له الرز بلبن طبعا بزيان لا يعلى عليه. قال لا خلاص منتظر بقى تعمليه وتبقى تشوفي. مين الدعاء اللي تعمله ولا انا اللي اعمله؟ لا دعاء تعمله. على فكره انا جاهزه بقى. قالت له احنا بقى منتظرينه من ايد بيبي. ربنا يخليكم لبعض. ربنا يخليكم لبعض بجد. تسلمي ايدك على كل حاجه والله. تسلمي لي يا حبيبتي. تسلمي لي ما تحرمش منك ابدا. ولا منك. وكل سنه وانت طيبه. وكل اباط مصر كل سنه وانتم طيبين. امين يا رب. كلنا يا رب. والمسلمين كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شعبان. كل سنه وانتم طبعا صيام. يعني بصي كله مع بعضه. كنت لسه بقول امبارح الايام لما بتبقى كلها كده عارفه اللي هو زي ما بقول ام اسلام ترفع سماعه التليفون وتقول احط دي في البتاع في الفرن واجي اكمل كلام معاكي وتقول لمدام سميره كل سنه وانت طيبه. ايوه عارفه كده تحسي في جديد في الايام. طبعا هي نعمه ان هي تعدي علينا طبعا يا رب. بس تحسي كده ان في جديد في الايام في عارفه مستنيين حاجه في تطورات كده. ربنا يديمها نعمه والله. امين امين يعني يا رب. لما تكون كل الاعياد كده ربنا يديمها نعمه. امين امين يا رب يا حبيبتي. كل سنه وانتم طيبين كل طيبة. مشاهدينك طيبين وربنا يكتر منهم يا رب. انا امبارح ما عرفتش اوصل لك خالص معلش بس كل يعني اقول ايه يا رب يكتر منهم يا رب. طب قولي لي بقى هسالك او لما بتعملي الاكل ايه اول حاجه بتاكليها ومتعوده الشوربه طبعا اساسيه. شوربه لسان العصفور دي اساس يعني برضو. اليوم الوحيد اللي ما ابداش بيها يوم السمك زي النهارده كده. ايه ده انا عامله سمك النهارده؟ اذا الحبايب عندك. عامله سمك برضو مقلي. اذا الحبايب عندك كده. ايوه صح. انا افهمها كده بلقطها وهي طايره. عايزه دايما متجمعين يا رب. يا رب يا حبيبتي دايما يا رب. متجمعين يا حبيبتي. تفرحي بولادك يا رب. ربنا يخليك ماما وجوزك يا رب ان شاء الله. يخليكوا ليا. ميرسي يا حبيبتي وكل سنه وانتم طيبين. انت طيبه. كل كرو البرنامج كل سنه وانتم طيبين. انت طيبه. ورنون وكلكم. كل الاستاذ ضياء ربنا يبارك لكم كلكم يا حبيبتي. يوصل يا حبيبتي. ميرسي. مع الف سلامه يا حبيبتي مع الف سلامه.